الصفقة التجاري مشروع ابتدى بناؤه لثلاث سنوات، تم افتتاحه مؤخرا، وهو إضافة اقتصادية مهمة للمنطقة. يعد المشروع الأكبر في المنطقة، الهدف منه تأمين اليد العاملة والتخفيف عن الضغط عن سوق مدينة طبقة. طبعا السنتر يتوسط المدينة، موقع حيوي جدا. مشروع حلو وناجح جدا، تمام، لكن يحتاج شوية تشجيع من العالم. بالنسبة للمحلات الموجودة بالمول مثلها مثل المحلات اللي برا، من ناحية أسعار، من ناحية معاملة، عندك خدمة كهرباء موجودة 24 ساعة، هاي نقطة إيجابية موجودة بيهم. وبالنسبة لموضوع الآجار، يعني موضوع الآجار بقسم مناسب مع قسم بده إعادة دراسة. يضم السنتر 80 محل، 28 صالة، وأيضا 6 مطاعم مؤلفة من 6 طوابق، بالإضافة إلى أكشاك تتوسط المول. أمنا الكثير من المرافق والخدمات للمستثمرين. شعارنا تسوق بأمان، إيمانا منا بأن التسوق ليس مجرد عملية بيع وشراء، إنما هو متعة وتجربة تفاعلية.